الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وبعد، فإن الهجرة لم تكن فرارا من الجهاد أو تهربا منه، وإنما كانت إعدادا لأعبائه، ولم تكن خوفا من الأذى ولكن توطيدا لدفعه، ولم تكن جزعا من المحنة ولكن توطينا للصبر عليها، ولم تكن فرارا من القدر ولكنها كانت فرارا إلى القدر. ومن الأسباب التي كانت عاملا هاما في نجاح الهجرة التخطيط الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهم مظاهر هذا التخطيط أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهجرة قبله سرا، وانتظر هو الإذن من الله سبحانه وتعالى، كما استبقى معه صاحبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ثانيا، بعد أن جاء الإذن من الله سبحانه وتعالى لنبيه بالهجرة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه في وقت الهجيرة، وهو وقت لم يكن من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوره فيه، وكان ذلك من أجل إبلاغه بالهجرة وإخطاره بصحبته فيها. ثالثا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب بالمبيت على فراشه ليوهم قريشا بأنه ما يزال في بيته. رابعا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى اتجاه عكس اتجاه المدينة حتى لا تعرف قريش وجهته، واصطحب خبيرا معه بالطرق هو عبد الله بن أريقط وكان مشركا. خامسا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الراعي عامر بن فهيرة بأن يروح بأغنامه على إثرهما ليمحو آثارهما حتى لا تتمكن قريش من متابعتهما أو ملاحقتهما. سادسا، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم العيون التي تأتيه بالأخبار والزاد، ومنهم عبد الله بن أبي بكر الصديق وأخته أسماء رضي الله عنهم. كل هذا درس عملي من دروس الهجرة علينا أن نقتدي فيه بالمعلم الأعظم صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نعلم أن حسن التخطيط وروعة التدبير لا تعدو أن تكون أسبابا أمرنا بأن نجتهد في إعدادها دون التعلق بها، لأن الحافظ الناصر المسدد الموفق هو الله لا أحد سواه. وكل عام وأنتم بخير.